مساء الخير عليكم مشاهدينا ومتابعي برنامج تحيا الستات في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج تحيا الستات. هو فعلا تحيا الستات، تحيا الستات، لأن أنا عن نفسي زهقت وتعبت واتخنقت، خلاص ما بقاش عندي طاقة إن أنا أتحمل أو أكمل كل حاجة، خلاص ما بقتش قادرة إن أنا أتواصل معها. وحقيقي دي مشكلة ستات كتير، ستات كتير جدا جدا على نفس الحال. دايما تيجوا تتكلموا مع حد يقولك انا انفصلت، انا بكره الانفصال، انا خلاص مش هكمل حياتي دي. مشاهدينا، هي دي حلقتنا النهارده، هنتكلم عن امتى الست تقرر الانفصال. وطبعا معروف عن الست المصريه انه هي بتتحمل كتير كتير وبتسامح وبتغفر و الى اخره، على اساس انه يكون في تغيير، ولكن مش بيكون في تغيير خالص. مشاهدينا، هرحب بزميلاتي الجميلات في الاستوديو. مساء الخير سماح، مساء الخير سهى، حنان، مساء السعادة عليكم. مساء الخير، مساء الجمال يا بنات. سهى، طبعا كنت عايزة اتكلم معاكم في حاجة، امتى الست تقرر الانفصال؟ بص يا نبيلة، هو موضوع الانفصال او الطلاق او العلامات اللي بتؤدي للطلاق اكيد ليها اسباب كتير جدا، ومن اكتر ست مثقفه في الدنيا لاكتر ست جاهله في الدنيا بتبقى عارفاها، وبتبقى عارفه ان في مقدمات موجوده في بيتها تؤدي للانفصال او الطلاق. انا من وجهه نظري البسيطه ان دايما النكد هو العامل الرئيسي للانفصال او الطلاق، بمعنى ان الست بتختار دايما الاوقات السيئه اللي تطلب فيها او تقرر ان في مشاكل بينها وما بين جوزها، وبعد كده تبدا تقول له انت عملت، انت رحت، انت جيت، انت اتاخرت في الوقت اللي هو متضايق فيه. يعني اذا انت بتتكلمي عن المنازعات الكتير اللي لا عن النكد، النكد بمعنى يعني بالكلمه المقصوده وانا قصدها جدا. اختاري الوقت اللطيف اللي الزوج يبقى راجع فيه مبسوط، او ان هو راجع مرتاح جسمانيا، مرتاح ذهنيا، وكلميه عن مشاكله، انت عملت كذا امبارح، انا عملت كذا امبارح، انت ما بتاخدش بالك من البيت والولاد، بتتاخر كتير، ما بتديناش مصروف، ما بتعملش. مش شرط لما يبقى لسه داخل من البيت انت تقولي له المشاكل دي، اختاري الوقت المناسب. وطبعا النكد ما بيبقاش بس من طرف الزوجه، ده ممكن برضو يبقى من طرف الزوج بينكد على طول، فانا من ناحيتي نكد ومن ناحيه الزوج نكد، فبيبقى طبعا ده الطريق السبيل الوحيد او السهل جدا للانفصال او الطلاق. لا انا طايقاه ولا هو طايقني، اذا الانفصال هو الحل. عشان كده لازم نبعد عن النكد، ده اول حاجه. طبعا في اسباب كتير جدا بتؤدي برضو للطلاق، سواء العنف، سواء الخيانه، سواء الروتين ما بين الزوجين، هو بيجي بيتغدى، بينام، بيصحى، بينزل شغله، هي بتتابع البيت والاولاد والمدارس، ده بيقتل العلاقه ما بين الزوجين. انا عشان بس ما اتكلمش كتير، في اسباب كتير قوي هنتكلم فيها انا وصديقاتي عن اسباب الطلاق، زي ما أنا قلتها من شوية، تدخل الأهل وخلافه. لو سماح أو حنان عندهم رأي يحبوا يضيفوه في موضوع علامات الطلاق. أنا اللي كنت حابة أتكلم مع حنان في حاجة مهمة جدا جدا النهاردة. حنان، إيه رأيك في الزوج المهين اللي ملوش كبير، اللي دايما بيهين زوجته، دايما بيضربها، دايما بيشتمها، دايما لسانه صليط؟ عاوزة أعرف إيه رأيك في ده. هو رأيي في ده اللي هو ده، ممكن نقول إن ده مؤشر بيدل على نهاية الحياة الزوجية. ليا تعليق على كلامك يا سهى، وعلق برضو على كلامك يا نبيله. احنا النهارده بنتكلم عن الاشارات او العلامات اللي من خلالها بقدر اقول لنفسي لازم اعمل وقفه ولازم اقرر انفصل. طيب عايزين نحط خط كده تحت كلمه انفصال او تحت كلمه طلاق. النهارده مش بس موضوع طيب حلقتنا، هنكمل كلام معاكي، بس في معانا اتصال تليفوني. طيب معانا اتصال تليفوني. الو، دكتور جابر معانا. الو، مساء الخير. مساء الخير يا دكتور جابر، اتفضل. انا سعيد جدا باختيار مواضيعكم. ميرسي يا فندم. البرنامج هادف جدا، بشكر حضراتكم جدا على اختيار المواضيع، لان المواضيع دي فعلا بيبقى ليها يعني مردود كويس عند الناس، وانتوا بتحطوا حل للمشاكل. احنا اللي سعداء طبعا باتصال حضرتك النهارده دكتور جابر. ربنا يخليكي. انه حضرتك شخصيه يعني واضح انه حضرتك بتتابع البرنامج. في تعليق لحضرتك النهارده عن موضوع فقرتنا. مفترق الطرق او الانفصال ما بيجيش غير ما بين ان ما فيش سعاده، بالتالي بنوصل لمفترق طرق. بس زي ما قالت الاستاذه سهى الاول، النقطه اللي هي اتكلمت فيها اختيار الوقت. تمام. اختيار الوقت ده مش معنى ان انا اول ما يخش الزوج اكشر في وشه. بالظبط. طيب. معاك يا استاذ جابر. اقول له حضرتك، او اقول للولاد شوفوا هياكل ولا لا. تمام. طيب واخده بال حضرتك؟
طيب الاعتدال حلو في كل شيء. طيب استاذ جابر بعد اذن حضرتك عايزاك تقول لي باختصار شديد جدا جمله تمام من خلالها اقرر متى تنتهي الحياه الزوجيه، يعني اعطيني سبب واحد مختصر. بس يا ريت يبقى بشكل يعني حيادي، يعني ما تاخدهاش من وجهه نظرك كرجل ضد ست، يعني بشكل حيادي ايه العلامات اللي بتؤدي للطلاق؟ هي البخل. البخل العاطفي ولا البخل المادي؟ ايه المقصود بالبخل يا استاذ جابر؟ العاطفه والبخل المادي تمام، ده يستحيل معاهم العيشه او يبقى خلاص كده احنا وصلنا فعلا لمفترق طرق. تمام رسالتك وصلت استاذ طيب. جابر ميرسي جدا لحضرتك. استاذ جابر عندي سؤال لو تسمح لي. اتفضل. لحظه سوها عندي اتفضل. سؤال اتفضل. هاخد راي حضرتك في ايه، راي حضرتك في الزوج المهين اللي دايما بيهين زوجته؟ لا هو ما فيش حاجه اسمها زوج مهين، ما يتشكلش ان اسمه زوج مهين. لا احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه ان العنف طريق لطرق الانفصال، فطبعا احنا بنرفض ونشجب من برنامج تحيا الستات طبعاً العنف مع الزوجه. انت ايه رايك في كده؟ لا ما فيش حاجه اسمها ان هو يعني الضرب ده ممنوع او الاهانه بالالفاظ ممنوعه. تمام. لكن انت كزوجه وصلتي لده ليه زي ما قالت استاذه سوا الاول في اختيار الوقت؟ لا لا معلش مبرر. العنف بالذات بيبقى طبيعي يا استاذ جابر. مش مبرر يا استاذ جابر بدليل لا. ايه انت ما في شغلك انت في شغلك تمد ايدك مش هينفع. انت في شغلك لو حصل سوء خلاف بينك وبين مديرك هتمد ايدك عليه؟ لا عمر ما هتقدر. في تعاملك مع ابنك هتمد ايدك عليه؟ في تعاملك مع صديقك مع الاقل منك هتقدر ابنك مراتك؟ هو الزوج اللي بيمد ايده معاك اتفضل. الزوج اللي بيمد ايد ده اكيد ما يبقاش راجل يعني يعني انت ضد العنف؟ ضد العنف طبعا. شكرا ليك يا استاذ جابر. شكرا يا استاذ جابر. شكرا. قبل اتصال استاذ جابر كنت حابه اعلق على كلامكم واعلق على موضوع فقرتنا. احنا بنتكلم النهارده عن الطلاق، مش المقصود بالطلاق الطلاق الرسمي، في برضو الطلاق الصامت. ممكن اكون عايشه مع زوجي باكل وبشرب معاه وبنام جنبه وبتعامل معاه، لكن الحياه الزوجيه فيها انفصال. طيب تمام. امتى اقرر ان انا احول هذا النوع من الانفصال الى انفصال رسمي؟ لاسباب كتيره قوي. في نقطه مهمه جدا وهي الاحساس بال استاذينك حنان هناخد برضو؟ كلامك طيب. معنا أوكي. مكالمه استاذه نهى من المنصوره. مساء الخير استاذه نهى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيكم عاملين ايه؟ منورين كلكم. اهلا بيك. اهلا بيك مدام سهى، مدام حنان، مدام نبيله، مدام سماح، كلكم منورين وامارات جدا. اهلا بيك يا نهى. اتفضلي اتفضلي. بنتمنى بقى البرنامج يبقى حلقتين في الاسبوع مش حلقه واحده، مش كفايه ان شاء الله. ان شاء الله عن قريب باذن الله، عن قريب ان شاء الله يا مدام نهى. ليكي تعليق نهى؟ ايوه. اول ما انا كنت بس برحب بيكم وحابه بس اشارك في الموضوع. اتفضلي. طيب كلمينا تاني يا مدام نهى بعد اذنك. تمام. طيب نكمل. أنا عايزة أعلق على كلامك يا حنان. اتفضلي. انت قلتي حاجه مهمه جدا، انفصال ممكن يبتدي الاول انفصال في البيت، انتوا الاثنين او الزوجين يعني عايشين تحت سقف بيت واحد، بس في انفصال في المشاعر. استاذ جابر قال ممكن يكون البخل في المشاعر او البخل بصفه عامه سبب من اسباب الانفصال او سبب من اسباب ان الزوجه او الزوج يكرهوا بعض. في اسباب كتير جدا، اسباب كتير بتؤدي للطلاق. تكبر الزوج، انه يكون بخيل في مشاعره، انه يكون عنده حب السيطره والتملك. الخيانه يا جماعه احنا ناسيين الخيانه. عامل مهم جدا، بس طبعاً. الخيانه شيء مفروغ منه يا سهى. يعني بتهيالي ما فيش ست هتقبل على نفسها انها لا في بيتقبلوا لظروف اجتماعيه. في ستات بتعدي الامور دي. تمام. هنكمل كلام معاكي سماح. ناخد اتصال من استاذه شيماء. الو الو اتفضلي يا استاذه شيماء. عليكم السلام. مدام شيماء معاكي. انا اتصلت بالبرنامج الاسبوع اللي فات برضه بس ما كملتش كلامي. طيب كملي. مسامعين استاذه نهى. مين شيماء معانا ولا نهى؟ لا شيماء. استاذه شيماء اتفضلي. استاذه شيماء يا ريت تسمعينا بالتليفون. استاذه شيماء بتكلم عن الزوج البخيل وكده. اتفضلي. في الزوج البخيل ده بخيل في كل حاجه، في مشاعر، في كل حاجه. صحيح. ايوه معاكي استاذه شيماء. اتفضلي بس يا ريت تسمعينا من التليفون استاذه شيماء. ايوه اتفضلي. بخيل في كل حاجه اصلا. يعني انت رايك استاذه شيماء، يعني انت رايك ان البخل العاطفي سبب من الاسباب اللي بتؤدي الى انتهاء الحياه الزوجيه؟ طبعا. تمام. في اسباب ثانيه انت شايفاها ممكن تؤدي الى انتهاء الحياه الزوجيه او تخلي الزوجه تقرر الانفصال غير الاسباب اللي احنا طرحناها؟ يعني في وجهه نظر جديده ليكي؟ الخيانة أول حاجة طبعا. طبعا. تمام.
الخيانه زي ما الزميله سماح قالت ده موضوع مفروغ منه. اقوى حاجه. الخيانه هي اقوى حاجه. دي حاجه طبعا لازم الواحده يعني بتخلي الواحده اصلا. طب وجهه نظرك كمشاهده استاذه شيماء في لحظه الخيانه دي بتقرر المفروض الست تقرر ايه؟ تخرب بيتها بتاريخ طويل بيناهز مثلا 10 سنين او 15 سنه او حتى لو 5 سنين وتنتصر لكرامتها، ولا تصبر عشان البيت والاولاد؟ انت انهي نوع من الست دي؟ ما هي بتفكر بعقلها الاول برضو، هي الاولاد برضو السلوك ان هو ما بتعديش خلاص لازم تنفصل. تمام. يعني انت شايفه ان الخيانه طريقها الاخير هو الطلاق؟ اي طبعا. تمام تمام. انا بتهيألي انها بتختلف. شكرا ليكي. تحمل ست لست، في ست بتتحمل بالظبط، في كتير بتسامح وبتغفر على فكره. برافو عليكي يا سماح. وبعدين سبب من الاسباب ان ايه، احنا عنوان حلقتنا ايه؟ ايه الاسباب اللي بتؤدي او ازاي تعرف انك متجه ناحيه الطلاق كزوجين يعني؟ بالظبط. ممكن يكون سبب انا عايشه مع البني ادم ده عشان خاطر ولادي. حتى بقى هو لو خان، لو كان بخيل في مشاعره، وبخل المشاعر ده عندي اعظم من الخيانه. تمام. لانك انت مع واحد جامد المشاعر اي حاجه ما بيعبرش عنها. بالظبط. والست لها احتياجات. صحيح صحيح. انا كان ليا بس وجهه نظر في موضوع الطلاق او الجواز اصلا كمنظومه من البدايه، في مقوله صغيره جدا قريتها عجبتني جدا حبيت ان انا اعرضها عليكم. معنا اتصال تليفوني، هستاذنك سهى. معنا اتصال تليفوني، المخرج بيوصلنا. اتفضل. الو 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 الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. انا عندي تعليق على كلام كتير. اتفضل. ماشي. اول حاجه السبب الفصال الطلاق والكلام ده كليته، او الراجل اللي بيخون المفروض الست تشوف ايه سبب الخيانه والكلام ده كليته وتغير من نفسها. تمام. طب وايه تاني؟ اتفضل لينا تعليق. اتفضل. انا راجل متجوز بقالي 9 سنين. تمام. الحمد لله يا رب. انا معايا مراتي احلى واجمل مره في الدنيا كلها. الحمد لله. طبعا انا مش واخدها على حب ولا واخدها على اي حاجه خالص، كان حب تجمعناه جواز تقليدي. تمام. بس الحمد لله يا رب معاشرتها معايا وعشتها معايا خلتني انا دلوقتي يعني هي عندي كل حاجه في الدنيا كلها. انا طب الحمد لله ربنا يهنيك يا رب. بس نفسي عليها فعلا شايلاني. انا راجل اولا ريفي يعني راجل سريات. شايلاني انا وامي واخواتي 9 سنين. الحمد لله يا رب مفيش اختلاف مفيش الكلام ده. ليه بقى بني الست ذات نفسها؟ اني عارف ازاي ان هي تحافظ على جوزها، عارف ازاي تخليه ان هو يقرب يقربوا ليها، عارف ازاي ان هي تخليه مثلا ما يبصش لحد بره يبص لها هي. انا عندي سؤال لحضرتك استاذنك. اتفضل. حضرتك بتعبر لها عن امتنانك او عن انت مبسوط باللي هي بتعمله دون؟ بتوريها ازاي هي مبسوطه؟ او انت مبسوط يعني منها؟ سوري. انا بعمل معاها كل شيء جميل اخليها ان هي تبقى مبسوطه فيه. يعني انت عايز تقول ان هي قدمت السبت وانت كده بعد كده قدمت الحد، يعني هي شافت انت عايز ايه بناء عليه مردود ريحتك فانت بتريحها. ريحتني طبعا. انا اضطر ان انا اريحها. رسالتك جميله قوي. رسالتك جميله حقيقي. رساله جميله ونادرا نادرا بالفعل. التقدير اللي هو التقدير اللي هو التقدير حقيقي. كان في راجل بالفعل بيقدر عامل مهم جدا بيخلي الست ممكن تتحمل مصاعب كتير جدا. صحيح. حاسس انها على فكره يا سماح من الاسباب برضو اللي بتؤدي الى انتهاء الحياه الزوجيه هو عدم التقدير. في برضه نقطه مهمه كنت عايزه اعلق عليها، اشاره ممكن نقول ننتبه ليها، ودي بتدل على ان الزوج او الزوجه في طريقهم الى الانفصال. الاحساس بالنفور. لو انا كزوجه حسيت ان انا عندي نفور من زوجي، عندي نفور من طريقه كلامه، عندي نفور من طريقه تفكيره، عندي نفور من طريقه لبسه، عندي نفور من طريقه كلامه، النفور ده خلاني ابدا اتجه لان انا اوطد علاقتي بصديقاتي، ان انا ابدا اتجه لحياه جديده، اهتم بشغلي اكتر. طيب حنان فين؟ بلغنا انه في معانا استاذه سماح. الو الو. مساء الخير استاذه سماح. مساء الخير. مساء النور. احلى مساء على اجمل ستات في الدنيا، مدام سهى ومدام حنان ومدام نبيله ومدام سماح. مساء الخير عليكي. مساء الخير. والله انا متاكده ان كل بيت في مصر دلوقتي عاوز يشارك في الحلقه دي، لان الموضوع ده انا شايفه انه شائك جدا بجد. صحيح. يا ريت. انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده بصراحه. اتفضل. انا شايفه ان الست اللي خلاص بتاخد قرار الانفصال او الطلاق، لان هما الاثنين عندي سين نفس المعنى. صحيح. يعني المضمون واحد، يعني لو اختلفت المسميات لكن المضمون واحد. تمام. مش كتر المشاكل ومش الخيانه ومش البخل ومش حاجات كتير، لسبب بسيط قوي ان احنا عندنا نسبه كبيره جدا من الستات بتعدي كل ده وبتستحمل. صحيح. ولكن بدرجات متفاوته. تمام. ولكن انا شايفه فعلا الست بتبتدي
تاخد قرار الانفصال ضاربة بعرض الحائط كل الظروف المادية أو المجتمعية أو البيئية اللي الست نفسها بتبقى عايشة فيها، إن الست دي نفسها بتفقد حاجات مهمة جداً بقت صعب إن هي تعيش من غيرها. تمام. وعلى فكرة الحاجات دي بتختلف من ست التانية، يعني ممكن ست أهم حاجة عندها اللي هي تحمل المسؤولية، خلاص مش قادرة تتحمل. في ست تانية فقدت الأمان خلاص. تمام. بقى صعب. صحيح. وأنا شايفة إن الحاجات دي أهم جدا بكتير، لأن الست المصرية ست قوية تتحمل مشاكل، ست قوية وتتحمل كتير. نعم، ست قوية وبتتحمل كتير وبتعدي كتير. أيوة كتير. أيوة. لكن وبتنتظر المقابل، بتنتظر ولو بكلمة ومع ذلك بتكمل. صحيح. ومع ذلك بتكمل. صحيح. لكن بتلاقي فترة بتلاقي بسبب موضوع بسيط جدا انها شايفة ان خلاص انا قررت انفصل. بالظبط. مدام الموضوع مش مستاهل، لا دي نتيجه تراكمات، دي القشه التي قصمت ظل التراكمات دي. الـ 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 الست خلاص فقدت احساسها بنفسها. صحيح. فقدت الامان، فقدت الاحتواء. صحيح. فقدت حاجات يعني مدام سماح، اختصار لكلامك تقصدي ان احساس الست بالوحده هو السبب اللي ممكن يخليها تنهي الحياه الزوجيه، انها عايشه لوحدها على الرغم من وجود زوج. وحاجه كمان، حته تبادل الادوار. احنا دلوقتي بنلعب لعبه اسمها تبادل الادوار. الراجل دلوقتي بيطلب من الست انها تكون زوجه وام واخت ومربيه وسيده بتشتغل، وفي نفس الوقت يعني هو بس بيشتغل، عايزها نسبه 100%. صحيح. تمام. معلش انا مش سامعه، اتفضلوا. يعني انا قصدي ان الست المصريه والله دي حقيقه بتعمل. أيوة. يعني انت عارفه اللي هو نسكافيه 3 في 1 ده، هي بتعمل 10 في 1. صحيح. بتعمل 10 في 1. وعلى فكره بتكون قد المسؤوليه وبتشيل وبتنتج وبتجيب اطفال متفوقين وبتنظم. شكرا ليكي يا استاذه سماح، شكرا على مشاركتك. طيب اسمحي لي بس يا حنان، انت وسماح ونبيله، اقول الكلمه اللي انا عايزه اقولها، لان انا برضو مش عايزه الاتصالات تيجي تاخد منظور ان احنا دايما ضد الراجل وان الطلاق بيجي بسبب ان هو متجاهل او الكلام ده. طبعا في سيدات بتقول. انا عايزه اقول بس طبعا كلمه مهمة جدا قريتها برضو من فترة وعجبتني قوي، بتقول ان قبل ان تبحث عن نصفك الاخر تأكد بان نصفك الاول مكتمل. ده للطرفين. بمعنى انا قبل ما ادخل على مرحلة الزواج او اتخطب او الكلام ده، اشوف عيوبي، اقرا فيها، احاول اتخلص منها مع علاقاتي مع المحيطين سواء انا كنت ست او راجل. بمعنى ان انا قبل ما اكمل نفسي او اكمل ديني زي ما بيقولوا، اكمل العيوب اللي موجودة فيا. وده. صحيح. للطرفين عشان ما ناخدش. صحيح. اتجاه ان الراجل دايما بيجي من ناحيته المشاكل. احنا مش بنقول كده ابدا. طيب هستاذنك سهى، معانا استاذ ابراهيم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. حضرتك هو دلوقتي انتوا بتتكلموا عن على موضوع الطلاق. دلوقتي انا متجوز واحده كانت متجوزه قبل كده. تمام. تمام. وكانت مخلفه من طلاقها يعني بنوته صغيره. تمام. والبنوته اصبح الان مع طريقها يعني. انا اتقدمت لها واتجوزتها ثلاث سنين ونص معاها. دلوقتي انا في عذاب من تحت راسها. ايه سبب العذاب يا استاذ مين؟ معانا ابراهيم. استاذ ابراهيم، ايه سبب العذاب؟ العذاب بان هي نعم. ايه سبب العذاب يا استاذ ابراهيم؟ ايه السبب؟ اتفضل. العذاب دلوقتي حضرتك بان انا دلوقتي يعني شاب ما دخلتش دنيا وهي اول بختي، ومجهز شقه وتشطيب على اللوكس. تمام. وما زال هي يعني طبيعها في دماغها لحد الان. استاذ ابراهيم بعد اذنك عندهم. معلش يعني. رايك ده كان فين من زمان يا استاذ ابراهيم وانت بتتجوز؟ انت اللي اخترت، انت اعزب وهي متجوزه، يعني ليه جاي تقول دلوقتي؟ انت كنت مجبر على الجوازه دي باختيارك. لا انا والله هو اختيار ربنا يعني، ما حدش قال لي عليها. تمام. يبقى ترضى بيه، ما تجيش بعد ثلاث سنين تقول ان انا اعزب وهي كانت متجوزه. لحد الان مش هينفع. يعني متعلقه بطبيعه لحد الان برضه، حتى كمان لا. يبقى ده مشكله سوء اختيار لحضرتك. وخلف برضه لحد الان هي متعلقه بطبيعه، فكل شويه بتعمل معايا مشاكل لدرجه انها بتروح المحكمه، محكمه توخ، بتشتكيني. دي ثالث مره تشتكيني يعني. هي ممكن تكون متعلقه بنتها يا استاذ، ممكن تكون متعلقه ببنتها، وانت حضرتك ممكن يكون عندك اختلاط على انها متعلقه بجوزها بدل بنتها. برافو يا سماح. لان بالزبط. البنت الام ما تقدرش تفرض في بنتها، وممكن يكون طليقها ممكن وانت هو اللي واخدها من جانب طليقها، يعني مخليها تضطر انها تلجا له عشان خاطر بنتها. فممكن حضرتك لازم تفرق ما بين انها
هي محتاجه بنتها ولا محتاجه طليقها. هي اختارتك بملء ارادتها وانت اخترتها بملء ارادتك. هي مش هتخرب على نفسها اكيد. راجع استاذ ابراهيم. بشكر اتصالك استاذ ابراهيم. برضو نقطه سوء الاختيار دي على فكره مهمه جدا. طبعا صحيح. طيب انا عندي وجهه نظر برضو في تدخل الاهل. حد من المتصلين يا ريت يفيدنا في الموضوع ده، لان دايما بيحصل لبس فيه. اخد راي الكبار ولا الكبار لما بيتدخلوا المشكله بتزيد وبياخدوا موقف من الزوج او الزوجه؟ يا ريت الاقي الاجابه دي من اتصالك. استاذنك يا سهى، ممكن اعلق على حاجه؟ اتفضلي يا سميه. ممكن دلوقتي في استشاريين للاسره والمشاكل الاسريه والمقبلين حتى على الزواج. فلو الواحد حب ياخد راي حيادي ممكن يلجا لناس زي دي. والناس دلوقتي بتعمل حتى جلسات ازاي ما بين حتى ناس كتير، ارشاد اسري، فده هيبقى راي حيادي. حلو جدا. طيب. حلو جدا. ليا تعليق برضو على كلامكم. انت بداتي الكلام يا سهى ان الست نكديه وبتختار اوقات غير مناسبه عشان تبدا تكلم جوزها وعلقنا على الموضوع ده. طيب. عندي وجهه نظر مخالفه تماما للموضوع ده. عارفين ان الاسباب من اكتر الاسباب التي تؤدي الى انهاء الحياه الزوجيه هي عدم وجود مشاكل. ممكن الناس تستغرب على فكره ايه الكلمه الغريبه دي، يعني ايه ما فيش مشاكل وفي نفس الوقت الحياه الزوجيه بتنتهي؟ ده ليه علاقه بالخرس الزوجي او الهروب من حل المشاكل. ايه المقصود بالهروب من حل المشاكل؟ اللي راضيين بالعيشة كده. لا، بدات اتعامل معاك بلا مبالاه. انا مش فارق معايا اصحح وجهه نظري. تمام. انا مش فارق معايا اصفي اللي بيني وبينك. انا مش فارق معايا حتى اقول لك انت غلطان او انا غلطانه. البيت فيه صمت رهيب. ما فيش اصلا مشاكل بيني وبينك. الحياه رتيبه جدا، ممله جدا، هاديه جدا. بنبان من بره ان احنا حاجه كويسه قوي، بنبان ان احنا وبنظهر ان احنا بيت هادي جدا عشان الشكل او الوضع الاجتماعي، لكن للاسف لا، في مشاكل بس ممكن نقول داخليه. الموضوع ده بيفكرني بمرض الكانسر. ليه بيفكرني بيه؟ القاتل الصامت. في مشاكل جوايا متراكمه متراكمه، لكن في الاخر بتؤدي الى الانفجار زي البركان اللي بيغلي بالزبط. ومش باين. صحيح، ده بيؤدي فعلا في الاخر الى الانفجار. صحيح. ده برضو من نفس النقط اللي احنا اشرنا اليها يا حنان في بداية الحلقة عن الروتين، ان انا خلاص خدت على انه هو في حاله وانا في حالي والبيت ماشي، بس مجرد ان اي مشكلة بتحصل بيحصل بوم فرقعة. عدم كل واحد بيروح في حاله. طيب انا ممكن احس. طيب معنا اتصال. الو الو، مساء الخير. الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اتكلم مع حضرتك؟ اللي عايزه بس اقول لكم ان انتوا البرنامج اكتر من رائع. طب الحمد لله. ما يكفيناش ساعه في اليوم، احنا عايزين البرنامج ده نوعدكم باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اللي بتقدموها جميله قوي قوي قوي. طب الحمد لله. بحيي البرنامج وبحيي القناه. وعايزه اتكلم بقى في الموضوع اللي انتوا بتتكلموا. يا ريت، حابين نسمع رايك يا ام حسام، اتفضلي. عايزه اقول لكم ان الست المصريه أول ست في العالم، يعني يوم المرأة العالمي هي خدت نمرة واحد، فما فيش زي الست المصرية في العالم. طبعا صحيح. فإذا كانت هي، صدقوني دي حقيقة، هي يعني لها أكتر من حاجة، فالمفروض إن الراجل المصري يعرف دي كويس قوي ويتعامل معاها على هذا الأساس، وهي برضه. تمام. وعايزة أقول إن هو يعني أكتر حاجة بتؤدي إلى الطلاق والانفصال أكتر من الخيانة كمان، يعني عايزة أقول الخيانة ممكن الست تطول بالها شويه. انا بايدك في بيت، انا بايدك في الموضوع ده. تمام. وحاجه زي كده ممكن، الا البخل. البخل المادي والعاطفي ده ممكن يؤدي للطلاق. بالظبط يا ام حسام. لان وبحيي البرنامج. اتفضلي. شكرا ليكي. احنا عايزين البرنامج ده يوميا ان شاء الله. ان شاء الله على قريب باذن الله. شكرا ليكي يا ام حسام. شكرا ليكي. كلامها روعه. اتفضلي. اشتراكهم في اشياء واحده، يعني من ضمن الحاجات الكويسه ان هم لازم يشتركوا في حاجات، ولو حتى الصلاه. يعني يبقى في صلاه مشتركه سواء مسلمين. صح. او مسيحيين. المشاركه في كل حاجه، وخاصه الحاجات الروحانيه. كل واحد بالظبط. طيب. المشاركه جميله. عارفين يا بنات، في نقطه مهمه قوي في الموضوع ده، وهو غياب الشفافيه. ما فيش شفافيه بيني وبين شريك حياتي. بقى في اسرار خاصه بيا وبقى في اسرار خاصه بيه. انا ما اعرفش عن زوجي اي حاجه، ما اعرفش حاجه عن ذمته الماليه، ما اعرفش حاجه عن علاقاته، ما اعرفش حاجه عن حياته كلها بشكل عام. وبالعكس، اول ما الست تبدا تخبي علاقتها باصدقائها، علاقتها في بشغلها، امورها الماليه، علاقتها بقرايبها، هو بيزعل. الطرفين بيزعلوا يا سهى. هنا في غياب للشفافيه. الشفافيه دي بتؤدي الى البرود في العلاقه الزوجيه. تمام. في برضو نقطه مهمه قوي عايزه اكلمكم فيها، وهي ازاي انا كست او كراجل برضو ابدا احس ان الطرف اللي قدامي بدا يقرر الانفصال.
الست لو بتبدا تلاحظ ان جوزها بدا يغير في شكله وفي طريقته وفي اسلوبه وفي مظهره، تخين، بدا يخس، بدا ياخد كورسات، بدا يطور من شغله، حاجات كتيره جدا. والعكس برضه، لو الست بدات تامن نفسها ماليا، لو الست بدات تهندل من شكلها ومن وضعها ومن ثقافتها ومن شغلها ومن امورها، ده معناها ان احد الطرفين بدا يخطط انه ينهي الحياه دي. في دي لا والله لا دي حقيقه. ليه؟ لان ممكن تكون بتعمل كده عشان تطور نفسها ويبقى لها. لا دي قصه ثانيه. لا دي قصه ثانيه. لو تسبقها مثلا مشاكل او حاجه رقده من البدايه وسنت فجاه بدات تفوق بدات تفوق بقى. صحيح. في ستات ما بيكونش عندهم لا ثقافه ولا مهتميه بمظهرها ولا مهتميه بشكلها كل حاجه. صحيح. طيب احنا هناخد اتصال تليفوني. معانا الاستاذه امل. استاذه امل السيسي. مساء الخير. مساء الخير استاذه امل. انا كده زي حضرتك؟ بخير الحمد لله. اخبار حضرتك؟ الحمد لله. اهلا بك. انا بحييكي على البرنامج وعلى الكلام الرائع اللي انتوا فاتحينه دوت. بجد هي قضيه فعلا لازم نحترمها كلنا ونتكلم فيها. ميرسي. ازي حضرتك استاذه امل؟ اتفضلي. ميرسي يا استاذه. استاذه امل حضرتك، احنا النهارده حلقتنا بنتكلم عن ايه اقوى سبب ممكن يخلي الست او يوصلها ان هي تقرر الانفصال. تمام. عايزين نعرف وجهه نظرك. والله انا شايفه من اهم الاسباب اللي هو اهماله ليها. اهماله ليها في كل حاجه، في حقوقها، في كل حاجه. نقطه البخل برضو تاني لكل المكالمات اللي بتتكلم. البخل العاطفي او المادي. تمام. لان المادي ده مش ليا لوحدي، يعني بيت كامل بيعاني من البخل. يعني انا حتى لو اتحملت اطفالي ذنبهم ايه؟ صحيح. تمام. ده موضوع تاني ده خالص. البخل ده. تمام. احتواء الزوج للزوجه. تمام. إيه؟ الاحتواء ده موضوع كبير. احتواء المشاكل. تمام. انت ممكن باحتواء الزوج للزوجه يغير فيها حاجات كتير. تمام. شكرا ليكي يا استاذه امل. شكرا ليكي. طيب انا كان ليا بس تعليق من اتصالات اللي جات لنا من المشاهدين. انا من وجهه نظري ان احنا المواضيع اللي طرحناها اللي هي بتوصل للطلاق او طريق للطلاق بسيطه جدا جنب حاجه واحده بس، العنف. يعني انا شايفه ان انا لو في بخل في المشاعر هتحمل. صحيح. لو انا شايفه ان في روتين ما بيني وما بينه وهو بيدخل ينام وانا بدخل اعمل شغلي هتحمل. مشاكل زي مثلا حما متسلطه او اخ متسلط برضه هتحمل. صحيح. انما اللي انا شايفاه صعب، وعايزاكم برضه يا بنات تشاركوني في الموضوع ده، مد الايد، الضرب، الاهانه، الدوس على كرامه الزوجه قدام اي حد، شأنها قدام. انا شايفه ان دي اسرع طريق للطلاق. ولا انتوا ايه رايكم؟ صح. هي اللي معاكي ذكرتيها دي يا سهى تؤدي الى العنف. خلاص هي بتؤدي. خلاص اوريدي للطلاق اللي هو اللي ممكن نقول عليه المرحله الاخيره. بالظبط. انا عايزه اقول لك حاجه. لو هو كمان الزوج او الزوجه، بس في الغالب في مجتمعنا المصري او الشرقي ان الزوج هو دايما اللي بيهين. طيب اسمحي لي هنكمل كلامنا بعد ما ناخد استاذه ندى. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي استاذه ندى. الو. اتفضلي. الخط قطع. الخط قطع. في مجتمعنا الشرقي دايما الزوج هو اللي بيهين الزوجه. تخيلوا مثلا منظر الزوجه دي لما تتهان قدام ولادها، هتقدر يبقى ليها كلمه عليهم ويسمعوا كلامها في غيابها؟ طبعا مصيبه. او قدام اصحابها او قدام اهلها. سماح انا ليا تعليق على كلامك. الزوج اللي بيقلل من شان زوجته قدام قرايبه او قدام اطفاله، اهم حاجه بيهين نفسه هو. بيهين نفسه هو. لا والاطفال دي مصيبه. هو الاطفال انا شايف دي. انا شفت ان الطفل بيتطور. معلش يا سهى، عايز اقول لك حاجه. الطفل دلوقتي وفي المجتمع اللي احنا فيه او في العصر اللي احنا فيه التكنولوجيا ده، الطفل ذكي جدا. انا شفت قدامي حالات ناس اعرفهم بيقولوا لي انا ابني بيجي يقول لي انت عايشه مع البني ادم اللي بيهينك ده ليه؟ طيب سماح ناخد استاذه سحر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا احب بس طبعا على حضراتكم. اهلا بيك. مساء الفل. اتفضلي استاذه سحر. انا نظري ان اكبر مشكله طبعا ممكن ان هي تفصل بين الزوج والزوجه طبعا الاهانه. صح. او ان هو يتجاهلها. التجاهل. التجاهل طبعا. وممكن يكون تدخل من الاهل، لان انا حصلت لي مشكله بيني وبين جوزي بسبب الاهل، وصلت ان انا انفصلنا بعيد عن بعضينا ورفعنا على بعض اواضي. ورجعتي تاني؟ واضح من كلامك طبعا. رجعتي تاني. ايوه. تبتي بقى وما عدتيش بتعرفي الاهل حاجه ولا هو اللي تاب؟ طب ممكن معلش يا حبيبتي، ممكن اسالك سؤال شخصي؟ ممكن اسالك سؤال شخصي؟ انت ليه رجعتي تاني؟ يعني زي ما تقولي انا كنت واخداها عن حب. بتقول طبعا مشاعر. رجعت طبعا. المشاعر هنا اللي بتفوز بقى.
فلقيته ان هو برضه شاريني وبيجي يجي لي لحد البيت كذا مره ويبعت لي ناس. ربنا يديم الحب يا حبيبتي. بس فانا اخترت ان انا ارجع، بس كنت هرجع بشروط ان انا ابقى بعيده عن حياه اهله. تمام، يعني اتعلمتي من التجربه. صحيح، برافو. اكيد طبعا اتعلمت، وانصح اي واحده تحاول ان هي ما تتدخلش مشاكل الاهل بينها هي وجوزها. حقيقي لفته جميله جدا جدا منك، شكرا على اتصالك. بشكرك طبعا، بشكرك. ليه تعليق يا بنات، اكيد انتوا يعني لاحظتوا الموضوع ده في مشاكل ناس كتير قوي قريبه مننا. ايه رايكم لما يبدا الزوج او الزوجه يبدا بينهم بعد او انفصال جسماني؟ مش المقصود بيها العلاقه المعروفه بين الزوجين، لكن اقصد بيها التواصل المعتاد او المعروف. يعني مثلا الزوج لما يرجع من شغله ممكن يحضن زوجته، يسلم عليها، زي ما احنا مثلا، احنا حتى انا وصديقتي، لو انا وصديقتي بنتكلم بنحضن بعض، بنلمس بعض، لمس بالايد، بالحضن، الشرع اللي هو يكبر من الزوجه. طيب ناخد اتصال تليفوني. بعتذر يا جماعه من مدام منى، هي حلقه ظاهر الحلقه النهارده زي ما انا بقول بنتكلم عن كده فعلا، يعني ستات كتير بنتكلم عن حال ستات. مساء الخير يا مدام منى. مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيكي. هي في نقطه مهمه جدا ما اعرفش ليه انتوا ما اتكلمتوش فيها. يا ريت اتفضلي. اللي هي الخيانه، احنا اتكلمنا عن الخيانه في اول الحلقه. بس ليكي وجهه نظر. انا حولت التلفزيون لقيتكم فالبرنامج عجبني، فقعدت يعني مستمره فيه. طب اسمع وجهه نظرك. وجهه نظر حضرتك عن الخيانه. كان نتيجه ان احنا يعني انا اولا اتجوزت عن حب، وكنت لسه صغيره وكنت لسه في الجامعه، وكنت بذاكر. طبعا انا عايزه الخص ان انا اتعذبت كتير جدا جدا في دراستي بسبب ان انا سافرت بره. وبعدين احنا طبعا انت عارفه البلاد العربيه واحنا لوحدينا، فبنعمل علاقات مع بعضينا بالظبط، فدي الكارثه. ان انت بتعملي علاقات انت واصحاب جوزك ومراتاتهم، فللاسف بقى ان فيهم واحده انسانه مش كويسه. فما صدقت طبعا، ابتدت تهتم بجوزي، تكلمه من ورايا. اتعاملتي مع الموقف ده ازاي؟ بصراحه انا رغم ان انا كنت صغيره وكنت بحبه حب لا تتخيلوه، يعني كان اول حب في حياتي ان انا حبيته من وانا في ثانوي، وجوزت وانا في الجامعه، وكان اهلي مش موافقين على الجوازه ديت، وجوزت بعد يعني مشاكل لا تعد ولا تحصى. فطبعا انا خدت الموضوع الاول، كنت مذهوله مش من تصرفاته، من تصرفاتها هي اكتر. متجوزه ومخلفه، بس ده سوء اختيار انت لصديقاتك انت. هو ملوش علاقه، يعني انت اللي دخلتي ما بينكم حد ثالث. لا انا ما دخلتش حد، انا دلوقتي احنا بقولك في بلد عربيه، علاقات عائليه. استني بس انا هقول لك، احنا دلوقتي قاعدين لوحدنا، فاحنا جروب مع بعضها، يعني احنا في اصحابه، انا ما كانش ليا اصحاب. هي خدت المعلومات عنه عشان منين؟ شغله. مش منك هي خدت. لا. قربت منه ازاي المعلومات اللي خدتها عنه من مين؟ لا أكيد منك. احنا كنا بنقعد كلنا مع بعض، ما فيش اسمعيني بس، احنا ما فيش مثلا واحده يقعدوا، لا احنا جروب مع بعض، نخرج مع بعض، نعزم بعض. الاحتكاك كان جامد، ده سبب ان احنا كنا بعيد عن اهالينا وكنا لوحدنا. تمام. فطبعا هي انسانه اقول لك مش كويسه، لدرجه ان انا يعني في ناس كانوا بينصحوني يقولوا لي ابعدي عنها وكده. طيب هو خان اوريدي، يعني هو اوريدي عمل علاقه معاها وتمت الخيانه. طبعا الموضوع وصل ان هم مثلا كان يجي مثلا يحط ايده عليها قدامي، كان يعمل حاجات كده قدامي. وصل بيكي ازاي؟ وصل بيكي الحل لحد فين؟ المهم ان جوزها يعني وبيخرج معاها. جوزها ايه بقى؟ هي كده وجوزها شايف الكلام ده كله. طب وجوزها ساكت؟ لا يبقى هو اصلا في سوء اختيار للاصدقاء من الاول، طالما جوزها شايف وهي بتعمل، مش يبقى في سوء اختيار يعني المنظومه كده اختلطت في سوء الصداقه. ولكن هنسال حضرتك سؤال بعد اذنك، اسمحي لي. انا هكمل لك بس. كملي. اتفضلي. جوزها طيب وعنده ثقه فيها وفي صاحبه طبعا. طيب. وانا موجوده، وبعدين انا اصغر منها بكتير جدا. وكان فرق بيني وبين جوزي كمان 15 سنه، ما كنتش بحس لسه بالفرق. كنت اسالك الفرق بينك وبينه في السن قد ايه؟ لانه واضح ان في فرق في السن. ما كنتش بحس بالفرق دوت. ان هو كان دايما يحب يبقى شباب ويحب يهزر ويضحك، غير واحد مثلا ممكن يبقى صغير وتلاقيه عجوز. طيب انت عملتي ايه في المشكله دي؟ وصل بيكي الحل لحد فين؟ انا طبعا كنت بتفرج، لان انا كنت بذاكر وعايزه اخلص واخد بكالوريوس. وبعدين بقيت طبعا انا فكرت بالعقل، لان انا الحمد لله كان ربنا مديني عقل وايمان وكده، ما شاء الله. فكنت بلتجئ لربنا واصلي واقرا قران كتير وادعي ان ربنا يصبرني، لان انا لو دخلت معاه في دور عنده ممكن ما ينزلنيش. انا ماليش حد وكده ومش هعرف. مشيتي الامور، مشيتي الامور يعني. اتعاملت بقى بايه؟ ببرود بقى. هو عارف ان انت عارفه. انا بتفرج وبسكت. طب وبعدين؟ لغايه لما بقيت اتفرج واشوف
ومش راضيه اتكلم وسامع واسمع مكالماتهم بودني وانا جنبيه ما شاء الله عليكي. هو مش فاهم ان انا معايا. انت سوبر ما شاء الله عليكي. انا عايزه اعرف هو كان عارف ان انت عارفه او امتى عارف ان انت عارفه؟ لا هو شك ان انا عارفه. وبعدين المهم ان انا طبعا فضلت حايل فيه وكده وبين له ان انا يعني عادي الموضوع بالنسبه لي ما فيش فيه مشكله لغايه لما نزلت. اول ما نزلت بقى طبعا رحت قايله لهم انا عايزه اتطلق. بس فطبعا هو لما جه يتكلم معايا وما كانش في الغريبه بقى ان هو جاي لي يقول لي سامحيني ويطلب مني السماح. قلت له انا مش مسامحاك اليوم. كويس ان هو حس بغلطه يعني ده في حد ذاته كويس. ده كان على علاقه بيها اللي بعد ما اتطلقنا. نعم اتطلقتوا؟ اتطلقت. طبعا ما احنا انا كل اللي يهمني ان انا اعرف انزل ان انا اعرف اخلص. أيوة. انزل وسط اهلي. ايوه لكن الحمد لله بقول لك ربنا كان منزل عليا. كان ليكي هدف. ربنا كان منزل عليا صبر لان انا عايزه اخد شهادتي وعايزه اشوف حالي وعايزه اشوف مستقبلي. انا بصراحه يعني يا حبيبتي شكرا ليكي مدام. ايه نشكرك على اتصالك وختامه مسك. يعني صحيح. المتصلة الكريمة اللي كانت معانا ده دليل على قوة إرادة الست المصرية وصبرها لحد ما تحقق هدفها أنها تاخد شهادة وأنها تنفصل بأدب وتنهي علاقة هي خدت شكل وحش جدا هي مش قادرة تتحمله. موضوع الفقرة بتاعنا أكتر من رائع وإحنا شايفين كمية الاتصالات ليه بقية إن شاء الله يا سهى. أكيد لازم لأن موضوع الطلاق ده خطير جدا. مش طرف واحد مش صحيح. لا إحنا المفروض ناخده من طرف الزوجة ومن طرف الزوج بعد كده في حلقات تانية إن شاء الله. بس اسمحوا لي نطلع فاصل عشان نكمل بقية فقرات برنامجنا ومعانا فقرة مميزة جدا من التدريبات في الماء مع مدربة الأكوا بعد الفاصل. اوعوا تروحوا في أي حتة وتابعوا فقراتنا وتحيا الستات. مستمرين معاكم اعزائي المشاهدين وفقره علامات الطلاق وازاي اعرف ان البيت بينهد وان انا ماشيه في طريق الطلاق. معانا دلوقتي دكتوره شيرين نجيب استشاري العلاقات الاسريه والزوجيه وتاهيل المقبلين على الزواج اللي ما لقيناش يعني تقريبا افضل من الدكتوره. اتكلمنا عن علامات الطلاق وسامحوني ان انا قلت قبل الفاصل عن مدربه الاكوا هي بالفعل معانا الفقره القادمه باذن الله. واهلا بيكي دكتوره شيرين. اهلا بيكم. اهلا بيكم ما شاء الله احلى سيدات يعني. اهلا بيكي يا قمر. دكتوره شيرين عايزه اسالك سؤال كده في البدايه مفهوم الطلاق هل بتختلف اولوياته من ست لاخرى او من راجل للتاني؟ هو اكيد بس هو الطلاق في حالته مش معناه ان الطلاق ان انا رحت عند مأذون وكتبت ورقه واتطلقت. تمام. ده مبين احنا معظم البيوت دلوقتي متطلقين وهم عايشين مع بعض. ده اللي احنا بنقول عليه الطلاق الصامت او الخرس الزوجي. تمام. دي دليل كبير جدا في معظم بيوتنا انه هيحصل. اذا ما لحقناش نفسنا وحاولنا نصلح وحاولنا نعدل زي ما بيقولوا الدفه اللي مالت. تمام. ايه العلامات اللي بتخلينا نقول ان هيحصل طلاق؟ اول حاجه العلاقه بين الزوج والزوجه دي اهم حاجه. بتلاقيهم الاثنين دايما اللي احنا بنقول عليه برضو الخرس الزوجي هما الاثنين عايشين في بيت واحد كل واحد ليه اهتماماته ليه حياته حتى منفصلين في المشاعر والاحاسيس مش مجرد شغل بس. لا هي عارفه عنه حاجه ولا هو عارف عنها حاجه. مفيش مشاركه يعني في اي حاجه خالص اللي هو بنسميه الخرس الزوجي او الطلاق الصامت. بالظبط. حتى واحنا قاعدين مفيش حوار. تمام. احنا تمام. كل واحد قاعد في حياته وفي دنيته على موبايله او هو بيعمل حاجه هي بتعمل عكسها هو دخل ينام هي مع الولاد. واحنا فعلا اثرنا المشكله دي من شويه مع زميلتي حنان اللي هتبقى معانا ان شاء الله بعد الفاصل الاستاذه حنان صبري. اتكلمنا برضو في موضوع الخرس الزوجي هي شبهته تشبيه جميل جدا بالكانسر بمعنى ان حاجه موجوده ومش حاسين بيها وفي نفس الوقت بتيجي تنفجر في النهايه وبتؤدي الى مشاكل فقيمه. استاذه شيرين هل الروتين برضو من الاسباب اللي بتؤدي للطلاق؟ يعني انا خلاص خدت على ان يومي بكنس وانضف اروح شغلي واكل ولادي ويرجع ياكل من الشغل ومش عارف ايه وهو نفس القصه. هل الروتين ده بيميت العلاقه ما بين الزوجين وبيؤدي الى الطلاق؟ مش الروتين اللي بيؤدي للطلاق ولا الروتين اللي بيميت العلاقه. اللي بيميت العلاقه بيننا احنا الاثنين ان بقى في حاجه دلوقتي في جفاف بالمشاعر.
يعني انا مشاعري من ناحيته ما فيش وهو كمان ما فيش. هنيجي نقول مش الروتين، هنيجي نقول ظروف الحياه، زي ما اي حد بيتحجج واي راجل بيقول لك ظروف الحياه وانا مطحون وانا وانا وانا. جميل خالص. وهي الست، انا بقى الست اللي بتقول الروتين، وانا بشوف البيت وبشوف الولاد وبشوف المدارس وتعبت. طب احنا ليه ما نحاولش احنا الاثنين نحاول نقرب من بعض؟ يعني احنا دايما في حته عند بين الازواج. صحيح. حتى اذا حد انكر او احنا الاثنين انكرنا، لا احنا الاثنين بنعاند بعض. طيب اسمحي لي يا دكتور شيرين، هسال حضرتك سؤال، لان معظم اتصالاتنا الهاتفيه النهارده عن النقطه دي، عن الزوج المهين اللي بيهين زوجته، تمام، بيضربها بيشتمها بيهينها قدام اي حد. ايه راي حضرتك في النقطه دي؟ انا ضد ان الست تقبل تماما تحت اي مسمى في الدنيا. عيشي عشان ولادك، عيشة عشان بيتك، عيشة والسلام، عيشة والسلام. اوعي الناس هتاكل وشك، انت عندك بنات، انت عندك ولاد. المصطلحات اللي كلنا بنقولها للست، البنات اللي تربوا بالطريقة دي يا دكتور، ان الزوجة بتتهان او الام قدامهم بتتهان، هيطلعوا كده بتقبل الاهانة. بيقبلوا الاهانة. وبعدين انت دايما ازرعي جوه بنتك، احنا ما بنقولش عشان الرجال او الامهات اللي بيتهمونا ان احنا بنقوي الست، لا احنا مش بنقوي، احنا بنقول انت ليكي حقوق، انت كيان، انت اساس كل حاجه، ليه تقبلي بالاهانه؟ تمام. ليه اقبل ان هو يمد ايده عليا؟ والاهانه مش كلها ضرب، ليه اقبل ان هو يدمرني نفسيا؟ احيانا بلسان والصليب، احيانا وكتير القهر النفسي بيبقى اهوى من القهر البدني. اخطر تبقى زوجه زي الفل وجميله. بالظبط. شوفي شكلك بقى، شوفي جارتك عامله ازاي، وممكن لا عارفه نفسك صغيره فيما يسمى القتل الرحيم. عارفه لما بنسمع مصطلح بره كده القتل الرحيم؟ بالظبط. هم بيعملوا كده بعض الرجال، القهر بقى يقهروكي وهم باينين قدام الناس ان هم كويسين. يا جماعه ده الراجل مراعي بيته ومراعي ولاده وجايب لك كل حاجه، طب انتوا مش شايفين الضرب تحت الحزام اللي بيحصل جوه؟ حضرتك على حاجه يا دكتور، في ازواج زي ما سهى قالت ان فعلا بيوصل الزوجه انها تفقد الثقه نهائي في نفسها. انت مش شايفه نفسك؟ ولا لا، ده بيفقدوها كمان، بيفقدوها كمان حته ان هي بيوصلوها للانتحار. لان هم في سلبيات سبعه كده، كام سلبيه في الجواز المفروض ما تبقاش موجوده. منها السخريه، الانتقاد الدائم، ان هو دايما شايفها وحشه، ودايما شايفها مقصره، ودايما مش عارفه مين بتعمل ومين بتعمل. طب ماشي، طب تعالى اقعد قول لي انا مقصره في ايه؟ انت مقصره وخلاص، اللي هو انت يعني كامل مثلا وانا مقصره يعني. ودايما التعميم بقى، يعني كل حاجه، يعني انا عملت حاجه واحده في البيت ما عملتهاش وعملت 10 حاجات. هو بيمسك الواحده اللي انا ما عملتهاش. استشاري بقى دكتوره شيرين معانا، ولازم ان احنا نستغلها. انا لو اتعرضت للموقف ده، انتقادات او مديني اقل من كياني في البيت، رد فعلي يكون ازاي؟ هو الاول انا بشجع الحوار بينهم. يعني هما دايما الازواج يقولوا احنا ما بنعرفش عشان الست ما بتتكلمش. حقيقي. احنا مش بنشم على ظهر ايدينا. انا مش واخد بالي ان ده بيزعلها. وهو بقى بصراحه في الحاله دي بيكبر دماغه، اسمحي لي، في الحاله دي بيكبر دماغه وبيقول لك بكره هترتاح من نفسها، هتهدى، هسيبها مع نفسها تهدى. وده غلط. ما بتهداش. هو ده الغلط في حد ذاته. احنا كسيدات، احنا كسيدات لما بنتساب عشان نهدى لوحدنا الشيطان بيخوينا. اللي انت بتفكري هقتله امتى؟ الموضوع بيزداد. هتطلق امتى؟ بعد كده بالظبط لازم يبقى في حوار. انا بشجع جدا الحوار، ولما كان بيجيني حد المركز اقول لهم الحوار يا جماعه، اتكلموا مع بعض، مش عيب خالص. الزوج ما يعرفش، الزوجه تعرف، الزوجه ما تعرفش، هو هي الاثنين. طيب يكملوا بعض. من النوع اللي هو بيسمع من هنا ويطلع من الجهه الثانيه، هيتطلقوا هيتطلقوا، محدش يزعل مني. حلو جدا. لان ليه؟ احنا كسيدات بنستحمل كتير قوي وبنعدي كتير قوي. تمام. وعمرك ما هتجيلك حاله او هيجيلك حد يسالك وهتقولي لها اتطلقي، لو انت شايفه حتى ان الطلاق ده واجب. انت بتخليها تكتب بنفسها الايجابيات والسلبيات. اختاري. طيب دكتور شيرين، خلينا نروح لنقطه تانية خالص، وهي ما بعد الانفصال، هل الزوجه اللي بتندم ولا الراجل؟ لا الزوجه طبعا. ليه؟ عشان اي واحده بتطلق في مجتمعنا مصيبه سودة. عايزه اقول لك ده لو هو مطلقها وسايب لها عاهه بدنيه. انت اللي غلطتي عشان خليتيه ضربك. لسه احنا متصل كريم. اكيد انت عملتي فيه حاجه وصلتيه لكده. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه يا دكتوره، ان الست هي اللي بتسمح لنفسها انها تصدق الكلام ده او لا. ما انت هنا ثقافه مجتمع. احنا بنقول ايه طبعاً. ثقافه مجتمع. احنا بنقول دايما ربي ولادك. لسه الكلام ده انا اعزب، واتجوزت واحده متجوزه قبل كده، هي قصتها ان هي متجوزه قبل كده ولا انت اللي اخترت؟ لا يعني هي بصي حتى فعلاً. لو هو اختارها وكان بيحبها
فهتلاقيه دايما ملام من الام، ملام من الاخ الاخت، ملام من اي حاجه. فهو ملام وملام بحضرتك. تمام يا حبيبتي، احنا بنشكرك يا دكتوره، وان شاء الله باذن الله هنستضيفك تاني ان شاء الله يا حبيبتي. عندنا حاجات كتير جدا، احنا خدنا منك الاجابه الشافيه الكافيه العلميه في علامات الوصول للطلاق وهي الحوار. انا شايفه ان هو فعلا طريق بسيط جدا للزوج اللي بيسمع او الزوجه اللي بتسمع، مش اللي بيسمع من هنا ويطلع من هنا. اذا العلامات ممكن تختفي او تنتهي لطريقه للطلاق بالحوار. اكيد. ميرسي جدا دكتوره، وربنا يسعد كل البيوت يا رب. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. شكرا ليكي، نشوفك في لقاء جديد. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، انتظرونا بعد الفاصل وعوده الجميله حنان مع الاستوديو وفقره الاكوا اللي انا نوهت عنها في الفاصل الاول. انتظرونا وتحيا الستات. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين، النهارده هنتكلم او في فقرتنا دي هنتكلم عن الاكوا ايروبكس. الاكوا ايروبكس رياضه مائيه تناسب جميع الاعمار وكل الناس حتى اللي ما بيعرفش يعوم. الاكوا كلمه جايه من اللغه اللاتينيه ومعناها الميه، وكمان هي بتساعد على عشان هي بتشتغل ضد الميه او ضد تيار الميه، بتساعد على تخلص من ترهلات الجسم. معانا اكوا ايروبكس كوتش الاستاذه او الكابتن هبه عثمان. اهلا بيك يا كابتن هبه. يا اهلا بحضرتك. عايزه اقول لك مفهوم جديد، او هل الناس عارفه او تعرف الاكوا ايروبيك وايه هي فوائدها للجسم؟ والله هي الاكوا ايروبكس يا دوبك بدات الفتره الاخيره دي، بدات تاخد مكان كبير قوي، لان معظم الدكاتره بينصحوا اي مريض روحي العبي سباحه، او روحي سباحه علاجيه. هي اسمها العالمي اكوا، انما معظم الدكاتره مش عارفين الاسم العالمي، فيقول لك روحي سباحه عشان علاج لظهرك او رجلك او اي مشاكل في العظام. تمام. ايه فوائدها؟ فوائدها هي يعني تعدي من هنا لغايه السنه الجايه مش كفايه. بتهيألي يا دكتور كله حسب مجاله، يعني حد بيشتكي من الظهر غير اللي بيشتكي من الرجلين غير اللي بيمارسها كرياضه. لسبب واحد، اي شكوى انت بتشتكي منها لو عندك ضعف في العضلات هو ده السبب الرئيسي. تمام. فهي بتقوي العضلات 4 أضعاف مضاعفه من اي تمرين تاني. طب اكتر ناس استفاده من تمارين الاكوا؟ طبعا هي مناسبه جدا لكبار السن، لان ما بيقدروش يعملوا اي رياضه، فدي بتقوي الماسلز بتاعتهم بطريقه قويه جدا. طبعا مناسبه جدا من سن 5 سنين للاطفال، كمان هي لكل الاعمار. طب موضوع الساعه بقى. موضوع الساعه، معلش. التخسيس او الحصول على قوام متناسق. هقول لك، هي حلوه قوي 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 في التخسيس، لان هي زي ما احنا اتفقنا هي رقم واحد في تقويه العضلات. تمام. بس ولكن مع ضبط نظام غذائي صحي كامل العناصر الغذائيه بتحصلي على تخسيس فوري بدون اي اجهاد. طب النظام الغذائي ده حضرتك اللي بتحطيه ولا هي بتبقى؟ انا عاملاه للناس اللي معايا في الاكوا فور فري. طيب. لان انا عامله الدبلومه بتاعه تغذيه الرياضيين بردك، فطبعا بيبقوا طيب. فاهمين قوي و... التغذيه لا 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 حاجه جميله بصراحه. رقم الدكتوره معايا، عندنا اسئله. لا انا كابتن انا كابتن ايه عثمان مش دكتوره. نقطه مهمه جدا، هي مناسبه جدا لكبار السن. طب ليه هي مناسبه لكبار السن؟ انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه ممكن اكون واخده فكره عنها، ان هم ما بيقدروش يعملوا تمارين على في اليابس او على الارض. فهي ليه احسن لكبار السن؟ ما هي ما فيش اي اجهاد اصلا وانت بتعمليها نهائي، مع ان في حاجه يا كابتن هبه، مقاومتي في الميه بتكون صعبه جدا. يعني انا يعني لما احب امشي في الميه او اجري او اعمل تمرين، معروف ان مقاومه الجسم في الميه بتكون اعلى كتير جدا من مقاومته على الارض. اصلا انت في الميه مالكيش وزن، خفيفه، تطفو جدا يعني. جدا
فلما بتبقي في الميه بتعملي اي حركه لا بسهوله جدا غير يعني المشي. هي حنان قصدها ان انا لما بمشي في الميه، انما انا مش بمشي، انا بمارس رياضه. انت بتعملي تدريبات بتشبه الايروبكس، تدريبات في الميه بتشبه الايروبكس بس وانت واقفه. بيكون مصاحب ليها مزيكا يا كابتن هبه برضو زي الزومبا؟ والله انا عامله في او في اماكن فيها بميوزك وفي اماكن ثانيه من غير ميوزك. احلى من كده ميه ومزيكا وتدريبات. طيب خلينا نطلع فاصل وارجع تاني اكمل معاكي موضوع الاكوا ايروبيك. متابعين هنطلع فاصل ونرجع تاني مكملين معاكم، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع احلى رياضه في الدنيا، رياضه الاكوا. ونرحب تاني بضيفتنا الكريمه كوتش هبه عثمان. اهلا بيك يا كوتش هبه. اهلا بيك. قال لي سؤال كده شكله محير شويه، لازم اعرف اعوم عشان العب اكوا؟ لا مش شرط. خلاص يبقى انا معاكي في الاكوا ان شاء الله. وانا كمان. انا كمان عايزه اسالك عن اتفضلي. انا عرفت او قريت انها بتحرق سعرات حراريه في الساعه الواحده من 400 ل 700 سعر حراري، بجد؟ ده ايوه حسب قوه اداء المدربه. طيب بمعنى ايه قوه اداء المدربه؟ يعني ممكن في مدربه بتدي تمرينات خفيفه جدا تمام، او انت الكيس بتاعتك عندك مثلا حاله مرضيه معينه، فلازم ابقى انا تكر في التدريبات معاكي ليكي حاجات معينه تعمليها. انما لو انت اوكي كويسه وما فيش اي مشاكل صحيه اوكي بدي كارديو ومقاومه واوزان كمان. الصوره اللي ظاهره معانا يا كوتش هبه في الميه هي معاها دامبل او لابسه حاجه، انا عايزه افهم ايه اللي في الصوره بالظبط. دي مدام ميرفت معايا في التمرين حبيبتي الجميله، هي عندها ما شاء الله داخل على 70 سنه. ما شاء الله شكلها الاقوى يعني صغرت من سنها ولا ما شاء الله سنة. لا انت هي الدكتور كان قال لها تعملي عمليه فالحمد لله والشكر لله مع متابعتها مع الاقوى. الدكتور قال لها لسه قايله لي يوم الجمعه اللي فاتت، قالت لي خلاص الدكتور قال لي كملي الاقوى معاكي انت كده اوكي. طب ده شيء جميل. طب الاطفال اللي معانا في الصوره برضو معاكي اقوى يا كابتن؟ الاطفال بقى دولت ما بيحبوش يلعبوا وينزلوا بقى يتمرنوا وما بيحبوش يحسوا بالاجهاد، حاسوا ان هي موضوع ممتع قوي ومجهد وبشغل لهم ميوزك وبتاع، يعني حاجه ظريفه فعلا. يعني انا بلاحظ ان الاطفال في السن ده موضوع انك توديهم تدريب السباحه ده بيبقى مرهق، بيبقى حاجه ممله جدا بالنسبه لهم. يرتبط باللعب بيتهيالي التدريبات بقى او مزيكا بالظبط. فهم حبوا، هم ما شاء الله فريق جميل قوي يعني قوي فريق الفراشات. كابتن هبه حضرتك قلت لي قبل الهوا ان انت كنت 140 كيلو وبسبب الاكوا هو ده اللي خلاكي تتجهي انك تبقي كوتش ده حقيقي، انك نزلتي نزول جامد وصلتي للثمانينات. ده حقيقي. انا 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 كنت فعلا مضيفه، انا اصلا يعني كان فعلا الكارير بتاعي كان فعلا انا كنت وصلت للسوبرفايزر في التيكتنج ريزرفيشن في الطيران ما شاء الله. وبعدين يعني مجرد ما استقلت فمجرد ما استقلت بسبب ظروف بيتي والاولاد ما ينفعش ابقى قاعده وقت كبير قوي في شغلي بره فطبعا قعدت اديتها ضربه كانت قويه جدا بعد سنه جواز يعني وصلت ل 140 كيلو فكانت صدمه قويه. فقررت ان انت تخرجي من فبدات بدات اتجه بقى للرياضه بدات انزل للاكوا والتدريبات وكده الحمد لله لقيتها نزلت معايا وزن رهيب. يعني انا نزلت من 140 للثمانينات بالنظام غذائي كامل العناصر الغذائيه تمام، بس ما كانش صحي قوي لان انا ما كنتش دارسه لسه تغذيه رياضيين تمام. فكنا شويه نشيل نشويات وطلعت اكبر كارثه. المهم هنبقى نتكلم عليها في حلقه ثانيه ان شاء الله. موضوع الكربوهيدرات المعقده دي هي دي اساس التخسيس. معقول؟ يعني اوعي تشيلي، انا بقولها وبوجهها لكل الناس، اوعي تشيلي اي حاجه من النظام بتاعك اي حاجه. طيب يعني بطاطس رز ثواني حنان ان الموضوع صعب الحاجات اللي احنا عارفينها ان هي بتتخن ما شيلهاش. بصي احنا عايزين شوفان، ودلوقتي علمت الناس اللي معايا عيش الشوفان والرز البني اللي هو البسمتي والبطاطا، التلاتة يعني دولت لازم يبقوا في وجبتك الكاملة العناصر الغذائية. اتفقنا؟ في سؤال أخير عايزة أسأله لك. طبعا السريع بقى سماح عشان وقت عشان بس الناس عشان وقتنا. هل في موانع مرضية
تخلي الشخص ما يقدرش يمارس رياضة الأكوا؟ بس باختصار يا كابتن هبة عشان وقت الفقرة، في موانع مرضية يعني زي الناس عندها انزلاق غضروفي مثلا ان ممكن تمارس الأكوا؟ خالص مفيش أي حاجة بتمنعك ممنوعة من ممارسة الأكوا، انت تلعبي أكوا جميل قوي. كابتن هبة بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا اليوم والفقرة أكتر من رائعة، وإن شاء الله يكون في لقاء تاني مع حضرتك عشان كان عندنا أسئلة كتير قوي عن رياضة الأكوا بس وقت البرنامج مش هيكفي قوي. شكرا ليكي كابتن هبة عثمان، بشكرك شكرا جزيلا، شكرا ليكي يا سهى، شكرا ليكي يا سماح. متابعينا نشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد، انتظرونا، وتحيا الستات.